I go, I said, huh? Он был крикнуть ему, он же поздоровался с вами. When I go, I said, that's right. Ты говоришь и не держишь. Конечно, лучше их не трогать. Мне тоже поклонять было. Я чуть-чуть сильнее подую. Подожди, не открылся, а вы бежите. Надо было открыть ее там. Play now. The camera is play. Yes, yes. Camera on. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد فاحنا الآن في كازبيجي في مدينة جورجيا. تاريخ اليوم الله ما ادري كم التاريخ اليوم لكن عاد اليوم تقريبا 13/8 13/8/2017 احنا الان ما شاء الله نصور وبالباراشوت المنظر شوي مخيف ويضيع التركيز معه لكن الحمد لله الامور ان شاء الله طيبة ونسأل الله التوفيق والسداد يعني منظر مخيف جدا فوق الجبال في هواء وفي ناس شغالين فلا ندري من اللي ورانا ومن اللي دوننا طبعا معي السواق هنا فالحمد لله ما تسمعون صوتي إلا شوية لكن هذا بيسجل في اليوتيوب فلعله يكون يعني ذكرى حسنة انظروا للناس التصوير عندي ضعيف أنا ناس هنا وفي ناس يعني شوي الوضع يخوف yes but this first time for me in the mountain yes I do it that before 8 months in Indonesia yeah. but not like this because there have more mountain, big mountain. But in Indonesia, that's not big. Inshallah.
استمتعوا معي. كويسين هذول انهم خبرة. عاد ما ادري الكاميرا تلقطهم كويس ولا لا. يا لطيف شفتوا؟ منظر روعة جدا. منظر روعة جدا. لكنه يخوف. شوف شوف شوف. تشوفون؟ شغل على مستوى. إن شاء الله الصوت كان واضح من البداية. بإذن الله. فاحنا ماخذين تقريبا قالوا 20 دقيقة او اكثر او اقل، ما عندي خلفية، بس انها يعني من 20 لـ25 سوولنا تسكاون، فكويسين يعني الحمد لله. هذا هو عالم الباراشوت. في ناس كانوا يقولون بيروحوا لوحدهم بس ما نقدر. No, no, problema.